Alors, في البارتي الأولى عرفنا كيفاش نعملو remplissage des couches électroniques. يا إما بالفورمول الإلكترونيك وإلا représenté par un schéma. On a des couches. Ok? Bien. Femme Z, nombre de couches électroniques ou machinoua, ou nombre d'électrons externes, ou le nombre de valences, ou ma autre couche, elle t'a habitué les électrons. Ok? Bien. Dans la vidéo, partie sénia, modèle de répartition des électrons d'un ion simple. عملنا بالنسبة للإلكترون توا إيون باهي. إيون هو شنو؟ أي أتوم خسرت وإلا ربحت ديز إلكترون ولا إيون إن أونتيتي شيميك اسمها إيون. أوكي معناها تشوهت الإلكترون يا إما ربحت يا إما خسرت. به كي ناخذو مثلا ناخذو ناخذ المغنيسيوم نزيدو نفهمو بالباهي ناخذ لاتوم مغنيسيوم. اوكي المغنيسيوم قداش عندها؟ عندها زيد نتاعها ايجالا 12. به كي انا نعملها بالفورمول الكترونيك فورمول الكترونيك معناها نحط ك ال ام. اوكي بي الكا قداش تاخذ الكا؟ نتذكر الكا تاخد 2. الال قداش تاخد؟ 8. ب 8 بلس 2 10. قداش بقات؟ 2 الكترون في الكوش تاع الال. نعاود كوش دو فالونس قداش؟ الكوش دو فالونس هي الام باهي. الالكترون قداش لي زيلكترون دو فالونس؟ ايكالا 2. اوكي les électrons de valence ou les électrons de la couche externe et les mots de hier et elle m sur le b le magnésium est-ce que bishkoun stable le magnésium bishkoun saturé les bishkoun m y m 18 y m n'estarnio à l'air couché qui fait b. ركزوا معايا يا وليد كي نعمل انا لي كوش بالشيما تفهموني بالبي هذه الكوش الاولى هذه الكوش الثانيه هذه الكوش الثالثه هذه ك هذه ال هذه ايه انا باش نرد المغنيسيوم هذه باش نردها ايون علاش باش نردها بلوس تاب بي هذه هي شنو الكا قداش تاخذ دوز الكترون صح لي très bien. L خذيت 8 1 2 3 4 بعد 5 6 7 8 فهمنا ب كملت انا ال 8 الكترون تاع بالنسبه للكوش ال توقع 2 الكترون ب هوني تو في الكوش ام باش تكون ستابل يا اما الام نزيدها قداش من الالكترون يا اما نزيدها 16 الكترون يا اما نزيدها 16 الكترون يا اما نحي 2 الكترون حسب رايك اسكو نزيدها كوش هذه باش تكون ساتوري 16 الكترون والا نحيها باش تكون المغنيسيوم بلو ستابل لازم شنو نعملو لازمها تري بيان لازمها تتنحى هذوما الزوز لي زيلكترون هذوما باش تتنحى دونك المغنيسيوم ربحت ولا خسرت المغنيسيوم بيان سور خسرت دو زيلكترون خسرت دو زيلكترون معناها دو بلوس خسرت دو زيلكترون باش تكون بلو ستابل باش تكون بلو ستابل الفورمول الكترونيك بتاعها هي شنو ك2 ال 8 ال 8 نحات الام فهمتوا شنو نقصد ان
باش برد انا لاتو والا ايون لو ستابل لازمني رجعها للكوش اللي عندها نومبر دو الكترون ماكسيموم تاعها. اوكي كيما هوني الام قداش عندها نورمالمون القاعده نتاعها قداش نورمالمون القاعده نتاعها للالكترون الام تاخذ 18 الكترون صح لا 18 الكترون من 2 لل 18 معناها لازمني نزيد 16 الكترون اسكو نورمال هذا نو معناها احسن طريقه ان نخسر نحيهم لي 2 الكترون باش نرجع ال باش نرجع المغنيسيوم بلوس تاب دونك ولات ايون ايون معناها كاتيون معناها خسر 2 الكترون مفهومه هذا شنو نقصد به نزيدو نعملو اكزامبل شوف الاكزامبل الثاني باش نعمل مثلا الاكسجين. اوكي الاكسجين الاكسجين عنده 8 الكترون اوكي بالفورمولا الالكترونيك نتاعو هي K2 سهلة K2 L6 كي نعمل الشيما طب عندي اول ليني ثاني ليني سهلة حتى انا عندي دو كوش الكترونيك K L دونك كي نعمل الرمبليساج نتاعها دونك الK تاخد 2 الال تاخو 1 2 3 4 5 6 سهلة باهي تو ركزوا معايا باش تكون الاكسجين بلو ستابل باش تكون ساتوري لازمها شنو اسكو لازمها شنو باش تكون الال قداش عندها عندها 8 الكترون صح لا وهي لهنا عندها 6 الكترون صح لا عندها 6 الكترون دونك قداش نقصتها نقصتها 2 الكترون شفت شنو نقصتها 2 الكترون دونك شنو نقصتها 2 الكترون معناها لازمني نزيد شنو لازمني نزيد لهنا الكترون وهوني الكترون باش تكون بلوس ستابل دونك ولات الاكسجين O2- الفورمولا الالكترونيك بتاعها هي شنو هي K2 L8 شفتوا شفتوا المغنيسيوم شفتوا الاكسجين مفهومه ب ناخذ مثلا الصوديوم هذوما كلهم دي زيكزامبل اوكي ب كي ناخذ مثلا الصوديوم ان ا اوكي ال ان ا قداش عندها عندها 11 صح لا دونك الفورمولا الالكترونيك نتاعها شنو هي ك2 ك ال ام بي ك2 ال 8 8 بلس 2 صافي 10 شبقات قاتلك ان الكترون في وين في اخر كوش هي ام باش تكون بلوس ستابل اسكو نزيدها 17 الكترون والا نقصها نحيها الالكترون هذه باش نحيها الام باش تكون الصوديوم بلوس ستابل باش تولي لك شنو تري بيان باش تكون ان ا بلوس علاش على خاطر خسرت 1 الكترون هاهي خسرت 1 الكترون تولي لك ك2 ال 8 مفهومه هذه الصوديوم مفهومه ب كي انا مثلا نعمل فورمول اكزامبل اخر نزيدو اكزامبل اخر اكزامبل مثلا ليثيوم اوكي ليثيوم شنو قالك نومبر الزيد نتاعو هو 3 دونك الفورمول الالكترونيك هي ك2 ال 1 دونك شيما
1 2 1 2 donc le cas قديش خذيت 2 والL خذيت 1 الكترون باش تكون ستابل لي تيان باش تكون ستابل est-ce que نزيد 7 الكترون هنايا في الكوش L نو شلون نجمو نستغنوا عليها باش تكون شنو باش تكون Li plus اللي هي الفورمول الالكترونيك نتاعها هي K2 مفهومه سي بون تري بيان بي شنو هي حكايه 2 اي 8 الكترون 8 الكترون و 2 الكترون عندهم غير الدوز الكترون اسمها ريجل دوي والغي والويت الكترون عندها ريجل دوكتي الريجل دوي هي شنو هي au cours de la réaction chimique la couche externe يعني couche de valence نجم تربح والا تخسر نجم تربح والا تخسر باش تكون شنو plus stable معناها toujours La couche externe est saturée. معناها شفت دوي لازم تكون زد لازم تكون زد inférieur ou égal à 4. فهمنا؟ سي بون؟ اوكي كيما ليكزومبل تاع ليثيوم. باهي نجم تكون ليكزومبل تاع الهيليوم هو غاز. Donc les électrons, donc شنو عنده الكا نتاعو إيكال 2 معناها plus stable معناها يتبع الريجل تاع شنو الريجل تاع دوي تري بيان بي بالنسبة لويت إلكترون كيما الصوديوم معناها لازم تكون زد زد أكبر أكبر من شنو أكبر من 4 مفهومة؟ معناها كيما عملنا الصوديوم شنو قالك الصوديوم؟ لازم تكون الغيغل دوكتي لازمها تكون 8 شفتها؟ لازمها تكون 8 إلكترون معناها باش تفهم حكاية لي دو غيغل دوكتي ولا دويي لوكتي راهي 8 الكترون ودوي راهي 2 الكترون معناها اخر كوش كوش اكسترن ولا كوش دو فالونس يا اما تلقاها 2 يا اما تلقاها 8 اوكي مفهومه ب خلينا نعمل اكزامبل مثلا الالومنيوم الالومنيوم عنده قداش الالومنيوم عنده 13 الكترون معناه الكوش دو فالونس يكون شيما عنده ك ال ام دونك ك الفورمول الالكترونيك ك ال ام باش نتبعوا الغيغل دو رامبليساج الكا تاخد 2 الكترون ال تاخد 8 électrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, merci ça. 3 électrons. Ah, ah. Couche de valence, je n'ai couche de valence. Quand est-ce que 1000 électrons 3 électrons. Est-ce que je suis plus stable Les hommes, je n'ai. Les hommes, nous allons aller à l'M. باش تكون شنو باش تكون ك2 ال8 دونك الالومنيوم ولات ايون ال 3 بلس دونك ريجل دو شنو اوكتي اوكتي علاش اوكتي على خاطر فما 8 كان جي 2 راهي دوي اوكي مفهومه تري بيان B.
دونك لازمكم تفهموا الريجل دو دوي راهو بالنسبه للي غازغا. دونك لي غازغا هما سو سون دي غاز. لي غاز سو سون دي يعني هما ستابل. فهمنا الستابيليتي نتاعها. نحكيو ستابيليتي نحكيو على الكوش دو فالونس والا كوش اكسترن. يا اما تلقاها 2 الكترون يا اما تلقاها 8 الكترون. ذكروا لي غاز غار. لي غاز غار راهو تلقاه في اخر تابلو بيريوديك. هو تابلو بيريوديك هو هكا تعالي. دونك هكا تعالي. اوكي لي غاز غار هاهما. لي غاز غار لهنا. لي غاز غار هذي هو لي غاز غار. دونك هذوما يا تلقاها يا اما تلقى في الكوش اكسترن يا اما تلقاها دو كيما شكون كيما الهيليوم. الهيليوم دو الكترون معناها موجوده في الكوش دو فالونس. يا اما تلقاها 8 الكترون كيما شكون كيما نيون كيما الارغون. اوكي الارغون قداش عنده؟ عنده 18 الكترون. اوكي دونك لي غاز. غاز غار او نوبل راهم ستابل. علاش؟ على خاطر في الكوش اكسترن ولا كوش دو فالونس يا اما تلقى 2 الكترون يا اما تلقى 8 الكترون. مفهوم توا؟ فهمتوا معنا شنو كيفاش نعملهم ايون؟ يا اما تخسر يا اما تزيد دي الكترون تربح دي الكترون. اوكي مفهومه؟ ردوا بالكم معناها كي يقول لك شيما والا فورمول الكترونيك. ردوا بالكم كي يقول لك ساتوري معناها شنو ساتوري؟ ساتوري معناها لازمها تكون اخر كوش نتاعها لازمها تاخذ 2 الكترون يا اما 8 الكترون يا اما 18 الكترون. اوكي به ان شاء الله في الفيديو الثالث ان شاء الله باش نحكيو على الشيما فيه الالكترونيكاتيفيتي الليزون كوفالونت. هي شنو الليزون كوفالونت؟ اوكي مفهومه؟ دونك ا بيانتو.